ملف المنافذ الحدودية واحد من الملفات الساخنة التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بسبب حجم الفساد الناجم عن سيطرة ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية على العديد من المنافذ واستئثارها بوارداتها، لكن أي تغيير لم يحصل على أرض الواقع. لا يقتصر الأمر على ما يحدث في المنافذ الحدودية فحسب، بل يمتد إلى الطرق القادمة منها والسيطرات التي تقع داخل العراق. منفذ طريابيل الحدودي والطريق السريع الذي يربط العراق بالأردن يمثل معاناة طويلة يتحدث عنها سائق الشاحنات. الطريق السريع كان من أقوى الخطوط السريعة في الوطن العربي كامل يعني قديما يعني، فصار تأخير عليه هواية من المشاكل اللي صارت يعني. الحمد لله إن شاء الله هانت يعني الأمور، وبقى علينا جسر الفلوجة أخطر شيء هو، سيطرة الصقور عليها مطبات عالية جدا، والعجلات حمال ثقيلة، التريلات تحمل ثقيل، تنزل من السريع على التراب تفوت على السونار يعني، يعني السونار محطوط بطريق ترابي يعني مشكلة للسيارة حمولة ثقيلة والسيارة بعيد يعني. وعلى الرغم من الواردات الكبيرة التي يدرها منفذ طريابيل والطريق السريع الذي يربطه بالعاصمة بغداد مرورا بمحافظة الأنبار وما يمثله من شريان حيوي، لكنه ما زال يعاني إهمالا واضحا يتسبب بعرقلة السير ويزيد من متاعب سالكيه. احنا بنواجه مشاكل الطريق السريع، انه دمار الطريق يعني، بنشيل حمولات ثقيلة يعني، أطنان ثقيلة يعني، السيارات لما بنيجي على السيطرات أو عند محطة الصقور بالذات يعني دمار على السيارة، دمار يعني حتى السيارة العراقية الكل بشكي. بالنسبة لسيطرة الصقور نقعد ساعات بها يوم يومين ثلاثة حسب الأوضاع يعني، حسب الأوضاع الأمنية، لكن نتمنى منهم أنهم يكثفوا جهودهم بالنسبة للسونار ويحطوا لنا جهاز ثاني ويظبطون ويبلطوا لنا الطريق، لأنه البريط المدخل على السونار طريق ترابي ويأذي السيارات ويأذينا حيل. وتؤكد مصادر عديدة أن السيطرات الخارجية تتعمد تعقيد الإجراءات وعرقلة انسيابية المرور بهدف الضغط على العابرين وإجبارهم على دفع الإتاوات، لا سيما وأن الكثير من الأحزاب تتصارع للاستحواذ على تلك السيطرات أو تتقاسم مغانمها.